الإشكالية الثالثة وهي علاقة اللغة
بالسلطة، من خلال أن اللغة لدى الإنسان لا تؤدي وظيفة التفكير فحسب، ولا تؤدي وظيفة التواصل فحسب، وإنما نجد بذلك أن اللغة يمكن أن تستعمل كآلية للسلطة، بل أكثر من هذا يمكن القول بأن اللغة لها سلطة علينا. فكوننا نستعمل اللغة بنوع من التلقائية والحرية لا يعني أننا نحن من يحكم اللغة، بل في بعض الحالات نجد أن اللغة تحكمنا بدورها وتفرض علينا سلطتها. وكذلك سنناقش هذه المسألة في علاقة اللغة بالسلطة من خلال سلطة المجتمع والمؤسسات والقيم كذلك. إذا سنحاول أن نلخص هذه الإشكالات في الخطاط التالية. فاللغة تثير أولا إشكالية اللغة باعتبارها خاصية إنسانية، والتي كما قلت ترتبط بإشكالية مفهوم اللغة أصلا وماهيتها. وهنا نجد أنفسنا أمام تقابل بين اللغة الإنسانية والتواصل الحيواني، ومن خلال هذا التقابل يمكن أن نطرح الأسئلة الإشكالية التالية: هل اللغة خاصية إنسانية أم أن للحيوان لغة كذلك؟ بمعنى هل كون الحيوانات قادرة على التواصل يجعل هذا التواصل بالنسبة لها يرقى إلى مستوى اللغة الإنسانية؟ ثم سنجيب على سؤال آخر كذلك، هو ما الفرق بين اللغة الإنسانية والتواصل الحيواني؟ ومن خلال الإجابة عن هذه التساؤل سيتضح لنا معالم هذا الفرق، وسنصدر حكما على أن اللغة هل هي خاصية إنسانية أم أنها خاصية مشتركة بين الإنسان وغيره من الكائنات الحية. الإشكالية الثانية كما قلنا هي اللغة والفكر والعلاقة الممكنة بينهما من خلال هذا التقابل، وهذا التقابل ناتج عن كون أن الفكر له طبيعة غير مادية رمزية مجردة، في حين أن اللغة لها طبيعة مادية سواء على شكل الكتابة أو الكلام، فالكلام بدوره له صبغة مادية باعتباره قدمات صوتية فيزيائية. فما هي العلاقة بين اللغة والفكر إذن؟ هل هي علاقة اتصال أم انفصال؟ بمعنى هل الفكر شيء واللغة شيء آخر أم أنهما شيء واحد؟ بطبيعة الحال التفكير في هذه الإشكالية يضعنا أمام إمكانية الحديث عن هذه الثنائية التي تبدو على أنها ثنائية، لكن في بعض الحالات قد نجد أنفسنا أمام مفهوم واحد كأن اللغة هي الفكر والفكر هو اللغة، وبالتالي فالعلاقة بين المفهومين علاقة إشكالية تحتاج إلى توضيح، تحتاج إلى مزيد من الاشتغال، وهذا ما سنقوم به فيما بعد. الإشكالية الثالثة التي سنديرها أثناء حديثنا عن مفهوم اللغة كما أشرنا في السابق هي علاقة اللغة بالسلطة. وهنا نكون أمام تقابل بين سلطة اللغة ولغة السلطة. لنتأمل هذا التقابل: سلطة اللغة ولغة السلطة. بمعنى هل اللغة تملك سلطة عليها بالتالي تفرض نفسها علينا من خلال قواعدها ومن خلال أنظمتها ومن خلال بنيتها؟ ثم يمكن أن نتحدث كذلك عن لغة السلطة، فالسلطة داخل المجتمع سواء في المؤسسات والقيم والرموز لها سلطة على الأفراد، فكيف يمكن أن نفكر هذه العلاقة بين اللغة وبين السلطة؟ ألا يمكن أن تكون اللغة وسيلة للسلطة داخل المجتمع؟ إذا هل اللغة سلطتها الخاصة أم أن سلطة اللغة مرتبطة بقيم ومؤسسات المجتمع؟ فهذا إذن هو الإطار الإشكالي العام الذي يضعنا فيه مفهوم اللغة، والذي سنحاول أن نفكك كل إشكالاته كل على حدة من خلال مجموعة من الحصص. إذا سنبدأ أولا بالإشكالية الأولى: اللغة
خاصية إنسانية. وهنا نذكر بالأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها، هل اللغة خاصية إنسانية أم أن اللغة مشتركة بين الإنسان والحيوان؟ ثم ما الفرق بين اللغة الإنسانية والتواصل الحيواني؟ لمحاولة فهم هذه الإشكالية والإجابة عنها سنبدأ بالتصور الأول للفيلسوف الفرنسي ريني ديكارت. تعرفون ديكارت هو فيلسوف فرنسي مؤسس الحداثة والذي عاش بين 1596 و 1650، وبالحال أن ديكارت فكر إنساني واضحة وجلية من خلال تأسيسه لفكر الفكر الحديث بشكل عام، ذلك يلقب بالفلسفة الحديثة كما تعلم. إذا يقول ديكارت: الكلام لا يناسب إلا الإنسان وحده، والحيوانات لا تتكلم لأنها لا تمتلك فكرا. هذه القولة لديكارت تحمل في طياتها جوابا على الإشكالية المطروحة بشكل مباشر. فديكارت من خلال هذه القولة يقول: الكلام لا يناسب إلا الإنسان وحده، بمعنى أن ديكارت يخصص اللغة بالإنسان وينفي أن تكون للحيوانات لغة، ومبرر ذلك في نظر ديكارت هو أنها لا تملك فكرا. بمعنى آخر، فديكارت من خلال محاولته التفكير في إشكالية اللغة، في محاولة تعريفه للغة، استثنى أن تكون للحيوان لغة وخصصها للإنسان، بمعنى أن الإنسان له لغة والحيوانات تفتقد إلى هذه الخاصية التي لا نجدها عندها، وعرض ذلك بكون الإنسان كائنا مفكرا. وكما تعلمون فإن ديكارت أسس صرحه الفلسفي على فكرة الكوجيتو، أن المفكر إذا كان موجود، وبالتالي فبالنسبة له الإنسان كائن مفكر وله أكثر من ذلك أفكار فطرية، وهذا مجال آخر للحديث. نعود إلى مسألة اللغة. إذا من خلال هذه القولة يمكن أن نخرج بالأفكار التالية نستنتجها: أولها أن اللغة خاصية إنسانية لأن الإنسان يمتلك فكرا، بمعنى أن العامل الحاسم في وجود أو غياب اللغة هو عامل الفكر، فإذا حضر حضرت معه اللغة، وإذا غاب غابت معه اللغة. وبما أن الحيوانات لا تمتلك الفكرة، إذا فاللغة بالنسبة لديها منتفية ولا تمتلك. اللغة هي كل ما يمكن أن نعبر به عن الفكر مثل العلامات والكلمات، والبكم يستخدمون العلامات مثل ما نستخدم نحن الكلمات. فديكارت يعرف اللغة بهذا التعريف: اللغة هي كل ما يمكن أن نعبر به عن الفكر. وهنا ديكارت حاول أن يوسع من مفهوم اللغة، فلا تعني الكلام فقط كما في القولة السابقة، لما قال الكلام لا يناسب إلا الإنسان. فالكلام هنا ليس حصرا، بل هو يحيل على اللغة التي تعني كل ما يمكن أن نعبر به عن الفكر، سواء كان كلاما منطوقا، أو كان كلاما مكتوبا أو كتابة، أو كان رموزا أو إشارات أو علامات. وهنا يقول بأن البكم يستخدمون العلامات مثل ما نستخدم الكلمات، فتعرفون أن البكم له إشارات التواصل فيما بينهم، ويستخدمونها كما يستخدمها وكما نستخدمها نحن، وكما نستخدم نحن الكلمات للتعبير عن أفكارنا، هم كذلك يستخدمون العلامات والإشارات للتعبير عن أفكارهم. لكن المعترض يقول بأن الحيوانات كذلك قد تستعمل إشارات للتواصل فيما بينها، وأن هذا التواصل يتحقق. بل أكثر من هذا، هناك بعض الكائنات التي لها القدرة على النطق مثلنا،
مثل الببغاء التي تستطيع أن تنطق كما ينطق الإنسان لأنها تملك جهازا صوتيا مشابها للجهاز الصوتي للإنسان. يرد لنا هذا الاعتراض بقول إن الببغاء قادرة على النطق مثلنا، لكن ذلك لا يعني امتلاكها للغة لأنها مثل الآلة، أي أن نطقها مجرد تقليد للكلام البشري. لاحظوا معي أن ديكارت يقر بكون الببغاء قادر على النطق مثلنا نحن البشر، لكن الفرق بين نطق الببغاء ونطق الإنسان هو كون نطق الإنسان وكلامه نابع من ذاته ومن فكره ومن تعبيره عن أفكاره، بينما يبقى نطق الببغاء مجرد تقليد، مجرد محاكاة. ومن ثم فالببغاء في نظر ديكارت هي مثل الآلة، مثل آلة التسجيل، عندما نسجل فيها صوتنا ونعيد تشغيلها فإننا نسمع تلك الآلة تتحدث. هل هذا يعني أن هذه الآلة تمتلك لغة؟ الجواب بطبيعة الحال لا، بل هي مجرد إعادة لما قاله الإنسان، وبالتالي فالببغاء مثل بقية الحيوانات ليست لها القدرة على الكلام. لماذا؟ لأنها لا تمتلك فكرة. كل ما يصدر عن الحيوانات في نظر ديكارت من أصوات وصياح وكل ما يمكن تلقينه لها ليس لغة لأنها تؤديه بدون تفكير. فما قلنا في السابق، الحيوانات لها قدرة على التواصل، لها قدرة على أن تتواصل فيما بينها، بل أكثر من ذلك يمكن أن نتواصل معها وتتواصل معنا، لكن ذلك لا يعني امتلاكها للغة. فكل الأصوات التي تصدر من الحيوانات مثل الصياح والحركات التي تقوم بها والصياح الخوف والجوع والألم التي يجدها بعض الكائنات أو استغاثة أو ما إلى ذلك، فهي بالنسبة للحيوانات لا تصدر عن فكر، وإنما هي معطى غريزي طبيعي بيولوجي تولد مع هذه الكائنات وتستعملها في من أجل البقاء من أجل حياتها. كما أن ما نقرره من الحيوانات عن طريق الترويض وتعليم الحيوانات مثل الكلاب أو الفيلة في السير مثلا أو الأسود، فهي تتواصل مع مروضيها من خلال أنه يقوم بإشارات متعددة وهي تستجيب لهذه الإشارات، لكن ذلك لا يعني أنها تمتلك اللغة لأنها غير قادرة أولا على التعبير عن أفكارها لأنها أصلا ليست كائنات مفكرة، ثم كذلك أنها لا تستطيع أن تضيف شيئا إلى ما لديها من طبيعة أو ما علمه الإنسان لها. وأكثر من ذلك يمكن أن نذهب بفكرة بعيدة أن حتى عندما مروض الحيوانات ومعلمها الاستجابة لمجموعة من العلامات فهي لا تستطيع هي أن تعلمها لأبنائها مثلا أو لجنسها. الخلاصة إلى أن ديكارت يخلص ويستنتج من هذا الكلام أن اللغة خاصة بالإنسان. إذا عندما نقول أن اللغة خاصة بالإنسان فهذا يعني أن ديكارت تنتفي لدى الحيوانات لغة بالنسبة له، ومن ثم فيمكن القول بأن فلسفة ديكارتية تجعل من اللغة خاصية إنسانية. إذا قبل أن ننتقل إلى التصور الثاني لابد أن نتوقف قليلا عند ما رأيناه عند هذا التصور ونحاول أن نضع له تلخيصا مع بعض الألقاب. إذا لابد أولا قبل الحديث عن أي تصور مهما كان أن نستحضر الإشكالية أولا، لأن كل تصور فلسفي أو كل موقف فلسفي هو جواب على إشكالية تم البحث فيها بشكل أولي بشكل مسبق. الإشكالية هنا هي ماهية اللغة واعتبار اللغة خاصية إنسانية. إذا فهل اللغة خاصية إنسانية أم أنها مشتركة بين الإنسان والحيوان؟ بكل بساطة ديكارت يجيبنا على أن اللغة خاصة بالإنسان،
وينفي أن تكون للحيوانات لغة خاصة بها. والدليل في ذلك أن الحيوانات سواء كانت قادرة على النطق أو لا كانت تستعمل علامات التواصل، فهذه ليست لغة لأنها تفتقر إلى فكر، تفتقر إلى الإبداع في وضع علامات جديدة. سننتقل الآن إلى الموقف الثاني والتصور الثاني وهو تصور إيميل بنفينيس، وهو لسان فرنسي عاش في القرن العشرين، الذي يقول: لكي نجيب على إشكالية اللغة، هذه خاصية إنسانية أم مشتركة بين الإنسان والحيوان، فلا بد أن نميز بينهم، بين خصائصهم، بين اللغة الإنسانية واللغة الحيوانية. لاحظتم معي هنا أن اللغة الحيوانية موضوعة بين مزدوجتين، لأن بنفينيس يتحفظ في استعمال هذا المصطلح اللغة الحيوانية، ومن ثم سنعود هذا المصطلح اللغة الحيوانية بالتواصل الحيواني. إذن ما هي إذن أهم خصائص اللغة الإنسانية وخصائص التواصل الحيواني؟ بالنسبة للتواصل الحيواني، يقول بنفينيس أنه يعتمد على الإشارة، فهناك تواصل لكن هذا التواصل يعتمد على الإشارة. سؤال البديل هنا: ما المقصود بالإشارة؟ الإشارة كما يعرفها بنفينيس هي واقعة فيزيائية مرتبطة بواقعة أخرى، مثل الصراخ يشير إلى الخوف مثلا عند القرد. فبالنسبة للإشارة عندما نقول واقعة فيزيائية بمعنى واقعة طبيعية ترتبط بواقعة أخرى بشكل مباشر، فالصراخ يشير إلى الخوف، والإنسان كذلك يستعمل الإشارة في إشارات المرور مثلا. عندما نتحدث عن علامات التشويق يمكن نسميها بالإشارات، الإشارات الضوئية مثلا نسميها إشارات. لماذا؟ لأنها واقعة فيزيائية، الضوء الأحمر مثلا يشير إلى واقعة أخرى مباشرة هي الوقوف. كما نستعملها مثلا في مجال في المدرسة، أن جرس الدخول يعني مباشرة الدخول، أو عندما نكون في الفصول فيعني وقت الراحة. إذن فهذه الإشارات تعني واقعة فيزيائية تشير بشكل مباشر لواقعة فيزيائية أخرى. بنفينيس يلاحظ أن الحيوانات لا تبدع الإشارات، فهي تستعملها لكنها لا تبدعها، بل هي من طبيعتها الفيزيولوجية، من طبيعتها الغريزية. لذلك فبالنسبة له استعمال الحيوانات لهذه الإشارات لا يعني أنها هي التي تخترعها وتبدعها، بل هي طبيعية لديها بشكل غريزي، كما أنها يمكن أن تتعلم إشارات نعلمها ونروضها نروض بها هذه الحيوانات، لكنها في نظري لا تستطيع أن تبدع هذه الإشارات جديدة. الحيوانات كذلك يقول الحيوان قدرة على إدراك الإشارة والقيام برد فعل الملائم لها، بمعنى أن التواصل الحيواني يحدث عندما يتلقى الحيوان إشارة من حيوان آخر فيستجيب لها بشكل آلي، بشكل أوتوماتي بدون تفكير. فمثلا قرادة الشمبانزي كما بدأت بعض الدراسات لها مجموعة من الأصوات، كل صوت يدل على شيء معين، مثل الصوت الذي يدل على الخطر، الصوت الذي يدل على الألم، الذي يدل على الجوع وما إلى ذلك. فالقرد عندما يسمع الصوت الذي يشير إلى الخوف فإنه يهرب بشكل مباشر، لأنه يعني يستجيب بدون تفكير لهذه الإشارة ويهرب بحياته. كما أن بنفينيس اشتغل أو حاول استعمال بعض الدراسات التي تمت على النحل التي قام بها أحد علماء المهتمين بالحشرات كارول فوغ فريش، الذي أثبت في دراسته أن النحل يتواصل من خلال مجموعة من الرقصات والاهتزازات لكي يبلغ بقية النحل بمكان وجود
الطعام. لكن هذا التواصل الحيواني يستعمل الإشارة، وبقية الحيوانات قد تؤدي أفعالاً ملائمة لما توصلت إليه، لكن هذا التواصل لا يوجد فيه حوار، لا يوجد فيه رد، إنما تواصل في اتجاه واحد فقط. يقول كذلك قلنا أنه يمكن تضليل الحيوانات للتعرف على إشارات متنوعة، وأن الإشارة لا تحتاج إلى تفكير أو تأويل، بل يتم الاستجابة لها بشكل مباشر. وهنا أعيد إلى مثال إشارات الضوئية في الطريق، فهذه الإشارات لا تحتاج إلى تفكير، كل إشارة تعني معنى محددا، يعني واقعة تحيل على واقعة أخرى بشكل مباشر، لا تحتاج إلى أن نفكر فيها ولا إلى أن نؤولها. بمعنى السائق عندما يجد نفسه أمام إشارة حمراء في الطريق فما تعنيه بالضرورة هو الوقوف ولا شيء آخر غير الوقوف، وهنا لا مجال للاجتهاد ولا للتأويل ولا إلى شيء آخر، فإشارة حادث يشير إلى حادث آخر. بالنسبة للغة الإنسانية، تحدث الآن عن خصائص هكذا تحدث عنها إيميل بيمبلز، هو أن اللغة الإنسانية تعتمد على الرمز، لاحظوا معي تقابل بين هذين، بين هذا بين الإشارة والرمز. فاللغة والتواصل الحيواني تعتمد الإشارة، واللغة الإنسانية تعتمد الرمز. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يستعمل الإشارات، بل أن الإنسان يستعمل الرموز مع الإشارات. أعطيتكم مثال الإشارات التي نستعملها في المدرسة، الجرس مثلا أو إشارة المرور وما إلى ذلك، لكن بالإضافة إلى ذلك الإنسان يستعمل الرموز كذلك. إذا ما هو الرمز؟ إذا وكيف عرفه بيمبلز؟ الرمز هو التمثيل الفكري لموضوع أو معنى يتخذ فيه الفكر شيئا بدل شيء آخر. أعيد، الرمز هو التمثيل الفكري لموضوع أو معنى يتخذ فيه الفكر شيئا بدل شيء آخر. بمعنى أولا أن الترميز هو من إنتاج الإنسان، الفكر الإنساني ينتج رموزا، وهذه الرموز يعوض بها شيء آخر. يعني ممكن أن نأخذ مثال مثلا الميزان رمز العدالة، فالميزان شيء يمثل شيئا آخر. إذا فعندما نقول مثلا هذه الكلمات التي تلاحظون أمامكم والتي أنطق بها فهي علامات، هي رموز تدل على المعنى أو تدل على أشياء. فالصبورة مثلا، هذه الكلمة صبورة، هي رمز يمثل أو يعوض ذلك اللوح الخشبي الذي نشتغل عليه. إذا فالرمز هو عملية فكرية، ومن ثم لاحظتم معي أنه نرى كلام بيمبلز انقطع مع ديكارت في استحضار مفهوم الفكر. الخاصية التي يتميز بها الرمز الأولى هي أن الرمز من إبداع الإنسان. ما نقول أن الرمز من إبداع الإنسان، معنى ذلك أن الإنسان لا يولد بهذه الرموز، وإنما هو الذي يبدعها من تلقاء ذاته. الرمز يحرر الفكر من سلطة الأشياء المادية، بمعنى أن عوض نتعامل مع الأشياء المادية مباشرة نتعامل معها من خلال الرموز، ثم أن الرمز ليس له علاقة طبيعية بما يرمز إليه، بمعنى كما قال ديسوسير كلمة الكلب لا تتبع، فليست هناك علاقة طبيعية بين الكلمة وبين ذلك الكائن الذي يتبع، كما هو الشأن بالنسبة لكل الرموز التي يستعملها الإنسان. ثم هنا تقابل أن الإشارة هنا لا تحتاج إلى تفكير وتأويل، بالنسبة للرمز فهي ضرورة لا بد من توفر القدرة على تأويل هذه الرموز، ومن ثم فعندما لا نفهمها فلا نستطيع أن نستجيب لها في نهاية الأمر. وهذا قد يحيلنا على إشكالية أخرى لسوء التفاهم، أننا في بعض الحالات قد نؤول الرموز بشكل غير متناسب. الخلاصة، استنتج أن هذا التصور بدوره يقر بأن اللغة خاصية إنسانية من خلال التمييز بين اللغة والفكر. إذا هكذا نكون قد انتهينا من هذا الموضوع. سأترك لكم عملية وضع
تلخيص لما قلنا ونلتقي في حصة أخرى.